السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام ايلف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بريوات بالكاوكاو مخلطين بواحد التعلوكه اللي هي رائعه، كيجيو من داخل معلكين وما كيجيوش حلوين بزاف. مخلطين بنسلي حليب ونسلي غادي نحضروا معكم كذلك تهو في الوصفه. طبعا الى عجبكم الفيديو اليوم تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تكتشفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهاد البريوات غادي نجمع ان شاء الله بنسلي، ونسلي اللي غادي نعملو في الدار يعني الحليب المركز المحلى ماشي كراميل عفوا. عندي فيه في المقادير كاس بنيدو، يعني كاس الحليب غبره، كاس بنيدو، عندي كاس سكر سنيد الخشن، وعندي نص كاس الماء طايب غليان. صافي كنجيب فين غادي نطحن، نوضع السكر ونيدو ونزيد عليهم هذاك النص كاس د الماء طايب. بالنسبه للماء طايب، علاش البنات اللي بغى يستعمل الماء بارد يستعملو، انا استعملت الماء طايب باش دغيا كنطيبو، يعني ما كنبقاوش نحتاجو له واحد الوقت اللي هو كبير. صافي دابا البنات غادي نطحنو، غادي نطحن الكل جيدا. صافي ودابا ها هو القوام ديالو كيفاش كيجي، كنبقى نطحنو حتى كيذوب لي هذاك السكر تماما، يعني كنطحن هذاك السكر جيدا، كنردو في الكاترونه وكنديه على العافيه اللي هي مهيله، وكنحرك غير يتقل شويه نزولو، لان هو كيبرد، ملي كيبرد كيزيد يتقل. والله العظيم البنات كيجي تماما فحال اللي كنشريوه من المحلات التجاريه، يعني كيتقام شويه غالي، هذا كيجي فحالو فحالو ما كاينش الفرق. هذا هو القوام ديالو كيفاش كيجي، انا زولتهم على البوطه دابا، دابا باقي سخون، ملي هو كيبرد وكيزيد يعقد وكيجمع راسو. علاش قلت لكم على عافيه مهيله؟ باش ما يلصقش من تحت، حيت الا لصق البنات صافي غير ميوا، كيعطي واحد الريحه اللي هي خايبه، ما كيبقاش ديك الريحه فيه ديالو، كيعطي واحد الريحه فحال الحريق، كيجي قبيح صراحه. دابا هذا طلع من واحد الريحه غزاله تماما فحال نسلي الزنقه كيف ما قلت لكم. غادي نعملو في زلافه وغادي نغطيه ببلاستيك الغذائي وغادي نخليه يبرد على خاطرو حتى نطحن الكاوكاو ونوجد المسائل ديالي، كلشي غادي يكون برد ونخلط به. صافي كنغطيه بهذه الطريقه، كنهبط عليه بلاستيكه باش ما يعمليش هذيك القشره اللي كتكون في الوجه، وندخلو للثلاجه حتى كيتفاعد فعاد كندخلو للثلاجه. صافي دابا عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفرن بالقشور ديالو، انا البنات ما كنقليه شي لا هو لا اللوز، كيف ما شفتوا معايا كنحمرو فقط في الفرن، كيجيو لذيذين بهذه الطريقه. غادي نزيد معاه كاس الزنجلان نطحن، اللي مبغاش اختياري الزنجلان، من اختياري ما كيبانش تماما وكيجي معاه لذيذ حتى هو. غادي نطحن هذه الكميه ديال الكاوكاو كلها وندوزو للطريقه التاليه. صافي دابا بعد ما طحنت الكاوكاو كامل غادي نزيد معاه كاس الزنجلان حتى هو كذلك غادي نطحنو، وغادي نطحن مع الزنجلان واحد شويه ديال المسكه الحره. صافي ما غنضيفلو لا السكر لا حتى حاجه، لان نسلي عندي حلو، غادي نجمعو بنسلي وغنضيفلو كيف ما قلت لكم المسكه الحره وشويه ديال القرفه. اللي بغى يعمل مزهر يعمل اختياري. صافي عندي هنا كاس الزنجلان كيف ما قلت لكم، غادي نزيد فيه هاد شويه ديال المسكه الحره، ها هي 104 د الحبات، صافي كافيه. غادي نطحنها معاه ونضيفهم على هاد الخليط، ها هو داك الخليط الزنجلان والمسكه الحره. غادي نخلط دابا الكل جيدا، بشويه ديال القرفه وبهذاك النسلي، هي قرفه ماشي بزاف، واحد نص معلق. هذا هو الكميه ديال القرفه اللي غادي نضيف كما شفتوا معايا.
صافي. من بعد ما كنطحن كاوكاو وكنطحن مع هذيك الزنجلان مع المسكه، كنبدا نضيف نيسلي شويه بشويه. انا خدات كيلو د الكاوكاو مع كاس الزنجلان، خدا مني هذه الكميه د النيسلي كامله اللي استعمل اللي طيبت. كنبقى نخلط شويه بشويه حتى كنحس بالكاوكاو ديالي تعلق. وخا البنات اللي بغا يزيدوا المظهر اختياري يزيدوا، انا ما زدتوش رغم ذلك جا معلق وجا الكاوكاو لذيذ في المذاق ديالو يعني ملي طاب صافي. وكنبقى نزيد هذيك نيسلي شويه بشويه حتى كنعجن الكاوكاو ديالي كامل باش كنعلقو بهذاك نيسلي. يعني انا جاني حسن ما نجمع الكاوكاو بالعسل او لا شي حاجه اخرى، المهم جاني صراحه هاد نيسلي غزال كي حماق اقتصادي، وعلق لي الكاوكاو في نفس الوقت وعطى واحد المذاق اللي هو رائع. صافي بهذه الطريقه هذه ملي كيبقى يتعلق لي الكاوكاو ديالي وكنحس به كيتجمع صافي كنوقف يدي باش كنبدا نشكلو كويرات. وهنا كنبدا نشكل الكويرات ديالي، كنحاول نجيبهم كاملين نفس الحجم باش نبدا نعمرهم في البريوات، يعني ما تجيبني شي بريوه شي كبيره شي صغيره، كنحاول انني نجيب يعني نفس الكميه، واللي عنده الميزان يستعمل الميزان باش يكونوا الكويرات نفس الحجم. وهنا بعد ما ساليت جميع الكويرات ديالي، فانا عملت هنا واحد الخليط ما بين الدقيق والماء باش نجمع به يعني العجين ديالي باش ما يتفتح لي شي في الفرن. بديت هنا كنطوي في البريوات ديالي، وهنا غادي نحاول انني نوقف عملية تسريع الفيديو باش يعني الناس اللي مبتدئين يشوفوا كيفاش كنطوي البريوات يعني بالطريقة ديالي. واخا هي كاينه طريقة واحدة ولكن كاين الناس اللي مبتدئين. يعني الطريقة سهلة وبسيطة كذلك. صافي وكنوضع داك الخليط ديال الماء والدقيق كيف ما قلت لكم باش ما تفتح ليش البريوه ديالي في الفران. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا كنستف البريوه ديالي في فلاطه اولا في صفيحات الفرن، ما كندهن حتى بشي حاجه. هنا كنت زولت يعني الطيبه الاولى كندهن حتى بشي حاجه، ورغم ذلك انه ما كيلصقوا ما حتى حاجه. صافي ودابا ها هما طابو غادي نجيب دم من الفرن. وفي هذا الاثناء فانا كنت عندي العسل هنا سخونه يعني سخنته جبته وسخنته، وغادي نبدا نوضع فيها البريوات ديالي. بهذا الشكل هذا، ويعني كنخليهم في العسل واحد 10 دقائق حتى يطيبوا لي اخرين عاد باش نزولهم وصافي. ونوضعهم في الكسكسي تسقطرو كما كتشوف معايا، كنبقى ندخلهم في العسل مزيان. ومن بعد كيف ما قلت لكم غادي نخليهم حتى يطيبوا اخرين عاد باش نزول هادو. باش يجيو اخرين في المكان ديالو. صافي حبيباتي، وبعد ما كيطيبوا البريوات ديالي هادو هما الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى من الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تابوناو في القناه اللي باقي ما تابونا، كذلك تضغطوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسلام عليكم حتى الفيديو اللي ما